السلام عليكم. تصعيد جديد بين إيران والغرب، ساحته مياه الخليج التي تسخن على حرارة حرب ناقلات النفط وآخر فصولها، سفينة بريطانية احتجزتها طهران قبل أيام. كيف سيبدو المشهد في مضيق هرمز الحيوي في ظل حراك بريطاني قوامه الدعوة إلى تشكيل قوة أوروبية لحماية الملاحة في مياه الخليج، يقابله تحذير إيراني من تبعات الإقدام على خطوة من هذا القبيل؟ ما حسابات طهران فيما يبدو أنه تصعيد ممنهج تتبعه في المياه الدولية المقابلة لشواطئها؟ هذا ما نبحثه في حلقة اليوم من برنامج حديث العرب، أهلا بكم. بعد التصعيد بين واشنطن وطهران، دخلت لندن على خط التصعيد أيضا إثر احتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق، تبعه احتجاز إيران للناقلة ستينا إمبرو البريطانية، وهما أثار تساؤلات حول سلامة النقل الدولي في مضيق هرمز ومستقبل العلاقات الغربية مع إيران. خطوة تصعيدية من قبل إيران وصفتها بريطانيا بأنها خطيرة، واستدعت على خلفيتها القائمة بالأعمال الإيراني، ونصحت أيضا سفنها بتجنب المرور في المضيق، فيما تجاهل الإيرانيون الدعوات التي وجهها الأوروبيون لمطالبتها بالإفراج عن الناقلة. وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت قال إن بلاده تسعى لتشكيل قوة أمنية بحرية بقيادة أوروبية لضمان الملاحة الآمنة في مضيق هرمز بعد أن احتجزت إيران سفينة ترفع علم بريطانيا، ووصف الوزير الاحتجاز بأنه قرصنة دولة، فيما حذر من أن استمرار طهران على هذا السلوك سيكون ثمنه وجودا عسكريا غربيا أكبر على امتداد سواحلها. وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا اتفقوا في اتصال هاتفي على العمل سويا لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز وأدان احتجاز إيران للناقلة النفطية. وتنظر عواصم غربية إلى احتجاز الحرس الثوري الإيراني للناقلة في أهم ممر ملاحي في العالم لتجارة النفط، تنظر إليه على أنه تصعيد عسكري. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التصعيد الإيراني ضد بريطانيا يؤكد أنه كان محقا بشأن موقفهم من إيران التي أسقطت لأمريكا طائرة استطلاع مسيرة بذريعة اختراقها المجال الجوي الإيراني. مراقبون أشاروا إلى أن هذه الأحداث تأتي في سياق تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران على خلفية تجديد واشنطن عقوباتها على طهران عقب انسحابها من الاتفاق النووي، وأكدوا أن إيران تمضي في مغامرات عسكرية غير محسوبة بمضيق هرمز ستكون عواقبها وخيمة عليها إلا إذا كانت شريكة في تلك اللعبة التي تديرها القوى الغربية المسيطرة على المنطقة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذان يمان دابقي الباحث في مركز برق للسياسات والاستشارات، وعادل المسني الباحث في العلاقات الدولية. أهلا بضيفين الكريمين. الإيران، لو بدأنا معك سيد يمان، في الأسابيع الأخيرة كان سلوكها يعني لافتا، مرة تفجر ناقلات نفط في المياه الإماراتية، ومرة أخرى تحتجز ناقلة نفط بريطانية، ومرة ثالثة تهدد ناقلة نفط من هذه الدولة أو تلك. كيف يمكن قراءة حسابات الأفعال الإيرانية؟ يعني إيران فيما تفعله هذا، ما الحسابات التي يمكن أن تقرأ؟ تحية لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني في الحقيقة بداية ما يجري في المنطقة من تحشيد عسكري يعني يشابه بشكل أو بآخر يعيدنا إلى ما حدث بالثمانينات. حقيقة يمكن قراءة الموقف من خلال يعني إجراء عملية مقارنة بسيطة، لأن هذا الموضوع يشابه إلى حد كبير ما جرى بحرب الناقلات في 82، لكن الاختلاف الآن هي بعض السياقات العامة التي جاءت بها التطورات الأخيرة، وصولا إلى التغيير في اللاعبين وصعود دول أخرى واختلاف في المصالح والأولويات. في تلك الفترة شهدنا بأن ريغان بعهد الرئيس الأمريكي وضع حدا لهذا الموضوع بعملية السرعوف المصلى، وبالتالي يعني أنزل عقاب شديد وأنهى الموضوع، ومن ثم تم العودة إلى موضوع الدبلوماسية وتم وضع اتفاقية قانون البحار أيضا ب 1982. الآن ما نراه هو يعني سياسات جديدة اتبعتها أمريكا بهذا الموضوع. أنا لا أعتقد بأن الأمريكان يريدون يعني فقط أهداف من إيران. السياسات الأمريكية الضبابية مع التنويه إلى الانقسامات داخل أمريكا تريد أهداف نزع مكاسب من الاتحاد الأوروبي من حلفائه، ومن أيضا من حلفاء العرب الخليجيين، ومن ثم من إيران. إيران مع أنا باعتقادي يعني قسمت عملياتها إلى ثلاثة مسارات رئيسية بالتعامل مع السياسات الأمريكية في موضوع الضغوط القصوى الكلية بسياسات إدارة ترامب بما يتعلق بالحروب الاقتصادية. الرسالة الأولى كانت للحفاظ على مكانتها الإقليمية وعلى ثقلها وعلى نطاقها ومنظومتها الصواريخ
وأيضا نفوذها في المنطقة، أرسلت رسائل إلى أولا الخليجيين هم حلفاء أمريكا عن طريق شهدنا، هي كانت المرحلة الأولى أنا قسمتها عن طريق استهداف منشآت النفطية السعودية ومن ثم الإماراتية في ميناء الفجيرة. المرحلة الثانية انتقلت مع إيصال أخذت موقف الندية من الأمريكان وأسقطت طائرة الدرون. الآن ما نراه هو انتقال إلى المحطة الثالثة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل جرت إيران إليها بفعل سياسات الإدارة الأمريكية أم أنها لا هي التي قررت الإقدام على هذه الخطوة؟ لماذا؟ لأن بريطانيا هي من أقدمت بداية باحتجاز سفينة الناقلة النفطية غريس واحد في جبل طارق، وبالتالي تم المعاملة بالمثل بعد دفع من التيار المتشدد من إيران. حقيقة إيران بالبداية لا تريد كانت أن تنتقل إلى المرحلة الثالثة، لكن أجبرت عليها في البداية. لماذا؟ لأن السياقات العامة التي جاءت فيها التطورات، المعلومات لدينا أن الولايات المتحدة كانت ترصد تلك الناقلة الإيرانية منذ 3 أيام عبر الأقمار الصناعية، أخبرت الإسبان وطلبت منهم إيقافها ولكن رفضوا لحسابات تتعلق بالمصلحة العليا لديهم. وزير الخارجية مايك بومبيو يقال أخبر البريطانيين وأقنعهم بالتحرك بهذا الموضوع، وبالتالي أصبحت بريطانيا تنتقل إلى موقف متقدم وبالتالي حجزت الناقلة. هنا الإيرانيين، نعود إلى الإيرانيين في المحطة الثالثة، تم إدخالها بهذا الموضوع، كانت تريد أن تحل الموضوع بالدبلوماسية. ظهرت تصريحات متشددة من روحاني قال سنرد بعمل عسكري. أيضا في 8 يوليو وزير الدفاع أمير حاتمي قال سنقوم بعملية احتجاز مماثلة. أيضا برئيس هيئة الأركان محمد يعني بقري، يعني أنت تقول أن إيران دفعت إلى هذه الخطوات دفعا، يعني كيف يتجلى لك هذا الدفع قبل أن تنتقل إلى عادل معي في السجن؟ نعم، لأن اليوم لأن الأمريكان ليس لديهم حقيقة بسياساتهم مصلحة في تلك المنطقة أكثر من حلفاء الأوروبيين. الأمر يختلف من الثمانينات، في الثمانينات كان حلفاء الأمريكان تمر جميع يعني النقلات النفطية من مضيق هرمز. اليوم ترامب وموبيو أعلنوا علنا أننا لن ندافع عن سفن ناقلات نفطية لدول ولا يهمنا مضيق هرمز. ليس هذا قصدي، أن قصدت أن أنت قلت أن إيران دفعت إلى هذا السلوك دفعا، يعني هل هذا السلوك هي والبريطانيين، نعم، هل هذا السلوك الإيراني يعبر عن حالة اختناق تعيشها طهران بسبب العقوبات، أم أنها هذا بفعل إرادتها وضمن سياق استراتيجية عامة تسعيدها؟ أو لا، أنا أعتقد أنها دفعت. أولا هي لديها يعني تاريخ كبير بهذا الموضوع بالتعامل مع الأمريكان بالزوارق يعني الحربية من خلال الحرس الثوري الإيراني. هناك الحرس الثوري الإيراني بالقوة الجوية البحرية متوزع في 5 نقاط أساسية في الخليج. هي الورقة الأخيرة بالنسبة لإيران دفعت لها. لماذا؟ لأنها لا تستطيع اليوم، هي ليست بموقف تمتنع عن الرد، لأن هذا الموضوع يجعلها يعني بموقف الخاسر والمتنازل أمام الإدارة الأمريكية. إضافة في نقطة أخرى، إيران عندما لجت هذا الموضوع لديها هدف، تريد عند الغاية من عرقلة النفط في موضوع المياه بحر العرب وخليج عمان سيؤدي باعتقادها إلى ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي هي توصل رسالة إلى بقية الدول أن تصف معها في مواجهة السياسات الأمريكية. حقيقة إيران بهذا الموضوع واتباع استراتيجية سياسة حافة الهوية نقلت الموضوع ما بينها وبين الأمريكان، أرادت أن يكون الموضوع هو موضوع رأي دولي وقضية إقليمية تماما كما حدث بالثمانينات. اشترك إلى جانب الأمريكان الأوروبيون والدول العربية وأيضا حلفاء الأمريكا في كامل المنطقة، وبالتالي تم انهاء اليوم الأمر. هذا سنبحثه بمزيد من التفصيل، لكن دعني أتحول إلى الأستاذ عادل. في الملاسنة السياسية بين الأوروبيين أو الغربيين عموما وحتى الإيرانيين ثمة حرص واضح من قبل الطرفين الأمريكيون والبريطانيون، يقولون بأننا يبدأون دائما تصريحاتهم بأننا حريصون على عدم المواجهة مع إيران، وآخر هذه الفصول ما قاله جيريمي هانت وزير خارجية بريطانيا ابتدأ كلامه بعد احتجاز ناقلة النفط البريطانية بأننا لن نواجه إيران، وهو ما قاله قبله دونالد ترامب الرئيس الأمريكي وكذلك المسؤولون الإيرانيين. ماذا وراء هذه الرسائل التطمينية إن صح التعبير تجاه إيران من قبل المسؤولين الغربيين؟ كيف تقرأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك والمشاهدين الكرام. في الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية والأوروبيين لا يريدون الذهاب إلى الحرب، لأن هناك كوارث كبيرة تترتب أيضا على هذا القرار، وبالتالي يبدو أن في يعني ما هي هذه الكوارث؟
إغلاق ممر مهم جدا تعتمد عليه كثير من اقتصاديات الدول الكبرى، ليس فقط في أوروبا ولكن الصين وروسيا، يعني ليس واردا الآن في السياق السياسة الأمريكية. حتى ترامب نفسه أيضا يخاطب الداخل الأمريكي أكثر منه في علاقاته مع العنفية مع إيران. ترامب يعني بعد مسافة بسيطة يبدو لا تربو عن سنة سيدخل انتخابات، وبالتالي هو حريص أيضا على عدم الذهاب إلى مغامرات قد تفضي إلى المجهول، وبالتالي هو لا يريد الصدام مع إيران. أعتقد أيضا من ضمن أهداف ترامب هو ابتزاز الخليج وحلب دول الخليج، وهذا واضح أيضا من خلال تصريحاته المستمرة. الأوروبيين أيضا كانوا يريدون أن يحافظوا على مسافة وسط، لأنهم أيضا يقودون مرحلة مفاوضات مهمة فيما يتعلق بالسلاح النووي بين الولايات المتحدة وإيران، وبالتالي لا تريد أن تتورط أيضا في صراع مفتوح مع إيران، وبالتالي تبدو أيضا هناك مرونة في الخطاب السياسي. الجانب الآخر، الأوروبيين ليسوا موحدون في هذه القضية، هناك خلافات كبيرة داخل أوروبا. بريطانيا نفسها تريد أن تخرج من الاتحاد الأوروبي، وتريد أيضا أن توحد أوروبا في ما يتعلق أيضا بالمواجهات مع إيران، وبالتالي هناك خلافات عميقة داخل أوروبا، وخلافات أيضا حول أيضا العقوبات على إيران. في سياق الموقف الإيراني، يعني يمان قال بأن إيران دفعت إلى هذا المسار دفعا، لكن ثمة مسار آخر لتفسير السلوك الإيراني يقول بأن إيران واقعة في أزمة حقيقية داخلية، الشعب الآن منصرف عن الحكومة إلى حد كبير بسبب الضائقة الاقتصادية، وبالتالي إيران بحاجة إلى افتعال أزمة خارجية تصرف فيها أنظار الشعب عن وضعها الداخلي. إلى أي مدى تتفق مع هذا التفسير؟ أنا أتفق مع هذا التفسير. إيران تعيش ضغوط اقتصادية كبيرة، هناك ما يشبه الانهيار الاقتصادي، جرى أيضا العقوبات المتراكمة على إيران، هناك إفلاس كبير، هناك أزمة اقتصادية يعني كبيرة داخل إيران، يعني خلقت نقمة شعبية تتزايد وتتوسع بشكل مستمر، تضغط أيضا على النظام. أعتقد أن السكوت على هذه العقوبات هو انتحار من وجهة نظر الإيرانيين، لهذا هم يصعدون ويصعدون في اختلاق أزمات مستمرة. وأعتقد أن هذه نوع من الدبلوماسية أيضا للتنفيس عما تواجه إيران من عقوبات اقتصادية، وتنقل العقوبات أيضا إلى أزمة دولية، باعتبار أن هذا المضيق يهم أيضا دول كثيرة بالعالم، وهرولت كثير من دول العالم بما فيها اليابان وأوروبا إلى حالة الأزمة الموجودة الخليج، وبالتالي إيران نجحت في هذا الملف، في نقل العقوبات من عقوبات قصدي في نقل الصراع من عقوبات إلى حول إيران إلى أزمة دولية، الآن الجميع يشارك في مسألة حلها. طيب يمان، يعني البارحة الرئيس الإيراني حسن روحاني قال ألمح إلى أنه يمكن تبادل الناقلات النفط مع بريطانيا، في إشارة إلى ناقلة النفط غريس واحد التي احتجزتها سلطات جبل طارق الذي يخضع للإشراف البريطاني في نهاية الأمر. قال إذا ما تعاملت بريطانيا مع الناقلة المحتجزة لدينا بمنطق فإننا سنتعامل معها بشكل إيجابي، سنرد. في إشارة إلى أنه يمكن التبادل هذا، إلى أي مدى يمكن نجاح صفقة التبادل هذه؟ لأن نجاحها في النهاية يعكس بشكل أو بآخر يعني فوزا للرواية الإيرانية أو للمقاربة الإيرانية. إلى أي مدى يمكن أن تنجح هذه الصفقة؟ يعني الإجابة على السؤال، أولا يجب أن نقف عند المتغيرات الجديدة في بريطانيا. حقيقة اليوم يعني انتهى عهد تيريزا ماي، ووصل يعني بوريس جونسون الآن بهذا الموضوع، هذا محسوب على اليمين. نعم أكيد، يعني يلقب بأنه ترامب بريطانيا حقيقة، وبالتالي هذا الملف تم ترحيله وسيكون أحد الملفات الأساسية، إضافة إلى بقية الأزمات كأزمة البريكزيت، وهو من أنصار الخروج من الاتحاد البريطاني بهذا الموضوع. تصور منذ وصوله يعني ونجاحه بعد ساعات تم استقالة 9 من الوزراء من الحكومة القديمة، الآن لديه صعوبات في موضوع اتخاذ القرار على المستوى الداخلي، وصولا إلى موضوع ترتيب الوضع بالسياسات الخارجية. إذا ما نجح حقيقة الاهتمام سيكون بالسياسة الداخلية، إذا ما نجح بتشكيل حكومة داخلية سيؤدي إلى ماذا؟ إلى الدفع إلى الأمام بالسياسة الخارجية. هنا أنا أقول النقطة بموضوع الناقلة، بريطانيا حقيقة هي شعرت أنها بموقف حرج، لأن عندما تجرأت إيران على المعاملة بالمثل انتظرت موقف أوروبي مساند لها وأمريكي، كان الموقف مخيب تماما. لماذا؟ لأن الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي، هناك مساران أيضا تم لعبت إيران على استثمار الأزمات الداخلية، مسار متمثل بفرنسا وألمانيا، ومسار متقدم عليهم هم بريطانيا. بريطانيا في الوقت التي كانت تتماهى مع الأوروبيين بموضوع لعب دور الوساطة ما بين إيران والأمريكان
الامريكان لعودتهم الى طاوله المفاوضات، الان انا برايي اصبحت راس حربه وطرفا بالازمه من خلال مع ايران بموضوع الناقله، وبالتالي الازمات الداخليه اضافه الى القدرات البحريه بالنسبه لبريطانيا هي ليست كبيره ولا تؤهلها لقيام حرب. يعني في 2018 دشنت قاعده في شرق البحرين، إضافة أن وجودها العسكري لا يؤهلها أن تخوض حربا مع إيران. لماذا؟ لأن إيران تسيطر على الأجزاء الشمالية الشرقية في الخليج العربي ومضيق هرمز بالكامل، وبالتالي كلا الطرفان ليس بصدد المواجهة المباشرة. الآن الأمر متعلق بمسار الدبلوماسية لكلا الطرفين. جونسون إذا يمان نعم. يعني أنت ذكرت وحتى اتفق معك يعني عادل بأنه يعني المواجهة يعني غير واردة الآن في ظل الموازين القوة في ظل الأوضاع الاقتصادية الدولية، لكن السؤال هو إلى أي مدى يعني يمكن أن يستجيب البريطانيون إلى تلميحات حسن روحاني بإمكانية حلحلة الموضوع دبلوماسيا؟ أعطونا ناقلتنا نعطيكم ناقلتكم، ما فرص نجاح هذه الصفقة؟ الفرص كبيرة بهذا الموضوع، لأن التوجه الأساسي البريطاني هو كان معارض ضد خطة تصعيد ترامب وسياساته بموضوع فسخ الاتفاق النووي أولا، ومن ثم سياسة فرض العقوبات. لعبت دور الوساطة، كان الدور الفرنسي موجود ومن ثم البريطاني. يعني بريطانيا تتبنى موقف هو التهدئة ومن ثم العودة إلى الدبلوماسية ولا تريد الحرب، وبالتالي هناك اجتماع في الأسبوع القادم في فيينا. لماذا؟ لمحاولة إحياء هذا الموضوع. إذن والرسائل التي صدرت من روحاني، بالمناسبة آخر تصريح لروحاني هو بالأمس، قال نحن مستعدون للتفاوض ولم نرفض أبدا أي فرصة للتفاوض، لا الآن ولا مستقبلا. هذه هي جز نبض. الآن بريطانيا هي في موقف صعب داخليا، ستستقبل الرسائل الإيرانية، لأن أيضا التيار الإصلاحي بإيران أرسل رسائل بإمكانية التفاوض، لكن هو يريد تحسين الشروط. الآن الوساطة الأوروبية التي هي من خلال المشروع الذي سيعملون عليه بموضوع القوى البحرية يختلف تماما عن المشروع الأمريكي. ستبقى بريطانيا تراهن، أنا أقول لك بعتقد من خلال المعلومات، على موضوع لعب الدبلوماسية وبالتالي حلحلت هذا الموضوع. لماذا؟ لأنها أعيد وأكرر هي دفعت وتورطت وأصبحت بموقف حرج. أنت تعطي فرصاً كبيرة بناء على تحليلاتك ومتابعاتك لإمكانية حدوث صفقة تبادل بين الفريقين، لكن بريطانيا في النهاية محكومة لقواعد الاتحاد الأوروبي. احتجزت هذه الناقلة البريطانية بتهمة أنها كانت تنقل النفط إلى النظام السوري، وهذا مخالف للقوانين والعقوبات الاتحاد الأوروبي. كيف يمكن لبريطانيا أن تجري هذه الصفقة بمعزل عن الاتحاد الأوروبي؟ بريطانيا بهذا الموضوع يعني أنا باعتقادي في النهاية لا يمكن أن تخرج عن نطاق يعني السياسات الأمريكية. صحيح أنها الآن تغرد خارج السرب. النقطة المشتركة ما بين الطرفان مع اختلاف الأولوية والتوجهات هي أن الطرفان لا يريد حرب مع إيران، لذلك فرص الموضوع الصفقة أنا برأيي هي أكثر من فرص الحرب. لماذا؟ لأن الموضوع الناقلات الآن بالعودة إلى الموضوع القانوني، هو يعني إيران تعتقد بأنها مارست حقها الطبيعي في مياهها البحرية، لأنها إيران لم تكن من الأطراف الموقعة على الموضوع الاتفاقية، إنما صادقت عليها ولكن لم توقع، وبالتالي جزء من الرواية هو مع الإيرانيين. الآن في هذا الموضوع وأيضا إيران لا تريد أيضا التصعيد، سيكون هناك في الأيام المقبلة إذا ما تم تفعيل الدبلوماسية فتح قنوات، وهناك قنوات سرية في هذا الموضوع ما بين البريطانيين وما بين أيضا الإيرانيين وما بين الأمريكان. الأمريكان الآن راند بول تم الدفع به لفتح خط سري وهو صار علني مع الإيرانيين للعودة إلى مسار التفاوض. لكن عطفا على ما ذكرته، إذا ما نجحت هذه الصفقة فذلك يعني أن خروج إيران من هذه الأزمة بشكل أقوى. وهنا أريد أن أسأل عادل، يعني إذا ما نجحت هذه الصفقة وأعادت بريطانيا غريس واحد الناقلة المحتجزة في جبل طارق إلى الإيرانيين، وأعادوا سفينة إمبيرو إلى البريطانيين، هذا يعني أن إيران خرجت منتصرة من هذه الأزمة. هل هذا يعني ترطيب الأجواء بين البريطانيين والإيرانيين، أم أن هذا يعني بشكل أو بآخر لاحقا انحياز بريطانيا أكثر إلى المعسكر الأمريكي في شكل المقاربة تجاه إيران؟ في الحقيقة إيران تكسب كل هذه الأزمات التي نشبت في الخليج، خرجت منها إيران منتصرة. الصراع المحتدم مع في العلاقة في التوتير الأخير مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي كان يصرح مرارا المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية بسحق إيران وبتسخين الأجواء أيضا في هذا السياق، رأيناها كيف تراجعت بعد سقوط الطائرة وبدأت هناك روايات كثيرة للتهدئة والانسحاب من الموقف كلية،
هناك الآن تصريحات يعني متكررة من قبل ترامب وكبار المسؤولين بأن أمن الهرمز لا يهم الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى دول كثيرة في المنطقة مثل الصين واليابان وأوروبا أيضا أن تشارك في حماية يعني سفنها في هذا، وهذا تراجع كبير من الولايات المتحدة الأمريكية، وانتصار في الحقيقة يحسب لإيران من خلال التصعيد الإيراني ومن خلال المواجهة الإيرانية والسير في هذا السياق إلى حد إسقاط الطائرة الأمريكية، وبالتالي التراجع ظهر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. حاولت أيضا بريطانيا أيضا أن تلعب دور في هذا السياق وتمارس ضغوط أيضا على إيران من خلال أيضا السفينة المحتجزة في البحر المتوسط. ردت إيران أيضا بنفس بالمثل على سفينة أو ناقلة بريطانية، وهي تصعد أيضا من خلال الخطاب السياسي، وتصعد أيضا عبر أدواتها من خلال الحوثيين الذين يمطرون بشكل مستمر المملكة العربية السعودية، ومن خلال تصريحات حزب الله الذي قال نصر الله الذي قال إن إسرائيل لن تكون بمنأى إذا تعرضت إيران للحرب. ورأينا أيضا العراق تدخل أيضا في هذا الشجار، وبالتالي إيران تحاول أيضا أن تنقل رسائل متعددة عبر أذرعها في المنطقة بأن بإمكانها أيضا إرباك الموقف على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى أوروبا، ليس فقط في المضيق ولكن أيضا في كامل المنطقة، وهذا أيضا رسالة خطرة أيضا للغرب الذي ليس في وارد التوحد الآن ضد أيضا التصعيد مع إيران ولا الولايات المتحدة الأمريكية التي هناك مشاكل داخلية كثيرة تعوق التوجه في هذا السياق. لكن بريطانيا تدعو إلى تشكيل قوة أوروبية لحماية ملاحة، نريد أن نبحث هذا لو أذنت لي بعد العودة من الفاصل. مشاهدينا الكرام ما زال في الحديث بقية ولكن بعد فاصل قصير. أسعدكم الله، وهذه عودة لمواصلة الحديث في موضوع أزمة ناقلات النفط في مياه الخليج. يمن، بريطانيا مباشرة دعت إلى تشكيل قوة أوروبية لحماية الملاحة في منطقة الخليج، وافقت دول مهمة منها فرنسا إيطاليا والدنمارك وهولندا وافقوا على تشكيل هذه القوة. هل هذه الدعوة البريطانية هي دعوة بريطانية خالصة لحماية الملاحة، أم أنها بشكل أو بآخر هي دخول في موجة الأمريكيين في المقاربة من إيران، عندما خاصة عندما قال الرئيس دونالد ترامب إنه لم يعد بمقدور أمريكا أن تحمي المياه الدولية بمفردها ويجب أن تحموا سفنكم، هل هي استجابة لنداء ترامب أم استجابة لمصالح بريطانية بحتة في تشكيل حماية؟ اسمعني قبل أن نجيب على هذا السؤال نعقب على نقطة، لماذا البريطانيين ليس بصدد يعني الإقدام على حرب مع إيران وحل موضوع الناقلة؟ لو كان هناك موضوع الانتقال إلى موضوع حرب، الاجتماع الذي دعت إليه تيريزا ماي للجنة الطوارئ عرفة بالكوبرا، تمام؟ التصريحات التي خرجت من وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت، كل التصريحات دلت على استبعاد الخيار العسكري، لأن هذا الموقف في حال يعني السياق الدولي يتطلب أن تتخذ بريطانيا كقوة يعني كبرى إقدام على عملية عسكرية، لكن تصريحات جيرمي هانت أكد بأننا سنحل الموضوع عن طريق الدبلوماسية. دليل آخر، بريطانيا تعلم هو لا يحتاج الأمر إلى سوق الأدلة لأنه هو فرضية المواجهة العسكرية بين الطرفين غير مطروحة بالقدر الكافي، أن الناقلة المحتجزة وصلت إلى القاعدة العسكرية الإيرانية. لذلك أنا هذا صعب، لذلك أنا من أنصار أن نكسب الوقت في الإجابة على السؤال المتعلق بالمحور الثاني. هل الدعوة البريطانية لتشكيل قوة ائتلافية لحماية الملاحة في مياه الخليج هي دعوة بريطانية خالصة لمصالح بريطانيا أم لا، أنها استجابة لمطالب ترامب الذي قال يجب على كل دولة أن تحمي ملاحتها لأن أمريكا لن تدفع لوحدها؟ أعتقد بأنه تيار خاص بالبريطانيين وتريد أن تشكل حلف بهذا الموضوع بعيدا عن الأمريكان، لأن بالعكس هو الأمريكان يريدون أن تكون هذه القوة مندمجة معا، ويريد ترامب حقيقة أن يقوم بتحشيد دولي، يريد أن يكون هو القائد والكل يدفع وهو لا يدفع الأمريكان. بريطانيا بهذا الدعوة هناك مساران، دعوة بريطانيا دعوة أمريكا لإنشاء قوة عسكرية من دول آسيا والدول العربية، والدعوة
بريطانية أيدتها كل من هولندا وفرنسا وبعض الدول. هذا التيار أعتقد هو منفصل عن الأمريكان باستنادا على أيضا مطالب أمريكا بأننا لسنا دعوة بحماية السفن البريطانية وعلى بريطانيا أن تحمي نفسها بنفسها من خلال سفنها. لذلك وبريطانيا من باب أنها لا تريد أن تجعل هذه المنظومة ضمن سياق خطة التصعيد الأمريكي الضاغطة على إيران حرصا على الاتفاق النووي، هنا أيضا رسائل مبطنة للإيرانيين أننا لن نتماهى مع السياسة الاستراتيجية الأمريكية لأننا نريد أن نحافظ على الاتفاق النووي. لذلك هذه قوة الردع البريطانية أعتقد بأنها منفصلة عن الأمريكان لمصالح خاصة، أولها أن لبريطانيا مصالح في الخليج العربي، لديها أكبر شركة استثمارات في عمان اسمها البي بي بعمان والسعودية والإمارات. مؤخرا السعودية منحتها حق التنقيب بقيادة مشتركة في على أيضا على بموضوع النفط، إضافة إلى وجود قاعدة عسكرية لها بشرق البحرين. هذه المصالح النفطية هي تختلف عن بقية الدول، إضافة أن البريطانيين أنفسهم ليسوا هم يعني حقيقة منزعجون من الاستراتيجية الأمريكية التي هي تريد أيضا منهم ومن الجميع أن يدفع تقريبا الجزية أو الأتاوة عن لموضوع لقاء الحماية، وهم كانوا يتهربون. ونذكر جميعا بأن ألمانيا طلبت أن يكون هناك جيش للاتحاد الأوروبي. البريطاني الأوروبيون حقيقة يريدون أن ينحازوا نوعا إلى الاستقلالية عن السياسات الأمريكية، لأنهم يرون أن كل سبب ما تقوم به إيران بالسياسة العدائية هي سببها سياسات ترامب، باعتقادي بأن إيران كانت منضبطة بالاتفاق النووي. إلى الآن اللوم يلقى على السياسات الأمريكية، لولا السياسات التصعيدية الأمريكية لما خرجت إيران عن نطاق الاحتواء والسيطرة، وبالتالي هذا الضرر الكامل لن يصيب الأمريكان، إنما سيصيب من؟ سيصيب الدول التي كانت تتعامل مع إيران بموضوع النفط. إلى هذا الموضوع يعني أرجحه للمبادرة المنفصلة عن السياسات الأمريكية، لأن الموضوع الدمج سيكون الخاسر الأكبر هم الأوروبيون والعرب أنفسهم. نعم، لكن الحقيقة يعني أربع عواصم مهمة استجابت لنداء بريطانيا، نتحدث عن فرنسا، نتحدث عن هولندا، نتحدث عن الدنمارك، يعني دول مهمة استجابت. يعني الآن خمسة عواصم أوروبية مهمة جاهزة لتشكيل هذه القوة، لكن ما فرص نجاح تشكيل هذه القوة في ظل تهديد أو تحذير إيراني على لسان إسحاق جهانجيري نائب الرئيس الذي قال لا يمكن لكم أن تقيموا هذه القوة، هذه مهمة إيران، حماية الملاحة الدولية مهمة إيران، ما فرص نجاح هذه تشكيل هذه القوة؟ في الحقيقة أنا لا أعول كثيرا على يعني فرص النجاح فيما يتعلق بتشكيل هذه المنظمة، لأن في الحقيقة هناك تراجع كبير للولايات المتحدة الأمريكية. الخليج يدرك، الجميع يدرك أن الخليج كان ضمن الأمن القومي الأمريكي، وتراجع أمريكا بهذا الشكل هو الذي شجع إيران على التمادي وعلى السيطرة ليس فقط على الخليج ولكن أيضا على مناطق كثيرة، ابتلاع العراق وسوريا ولبنان واليمن، وأصبحت رقم مرعب في المنطقة، وأصبحت أيضا لها مطامع كبيرة جدا في الاستحواذ على النفوذ في المنطقة، وهو صراع كبير. بالمقابل أمريكا تتراجع عن حمايتها لدول الخليج، وبدأ أن أمن الخليج البحري هاش جدا نتيجة لهذه الهجومات المستمرة من قبل إيران على الملاحة البحرية، وبالتالي نحن أمام مشهد متضعضع لصالح إيران. ويبدو أن خروج الولايات المتحدة الأمريكية من حماية هذا المضيق المهم وأمن الخليج بالكامل يعني أربك الموقف الأوروبي بشكل كبير، لأن أمريكا بريطانيا تشعر بحرك كبير جراء هذا التبجح الإيراني، وبالتالي وهي دولة عظمى لها مكانتها أيضا في يعني أعتقد أن هذه الدعوة جاءت اضطرارية نتيجة لهذا الحرك الكبير الذي ألم. هل سينجحون في تشكيل هذه القوة برأيك؟ أعتقد أنه يعني ليس يعني هل هناك إرادة لهذه العواصم، إرادة حقيقية لتشكيل هذه القوة، قوة الحماية؟ لا، أعتقد أنه هناك تحديات كبيرة. من جملة هذه التحديات يعني لا يوجد أيضا رأي يعني عام أوروبي داعم لهذه الفكرة، هناك معارضة شعبية كبيرة لداخل أوروبا وحتى من حكومات كثيرة داخل أوروبا، لأنها تعتبر أن هذه الأزمة في الأصل هي اقتراع أمريكي، وبالتالي هي من 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 بنات ترامب الذي صعد بشكل كبير وولد أزمة مصالح داخل المنطقة. بالتالي أيضا أزمة نووية هي كانت يعني نتيجة لصالح ترامب المتصاعد تجاه هذه، وحاولت أوروبا أيضا تحتوي هذه الأزمة مرارا، ولا زالت أيضا تقدم يعني مبادرات كبيرة لاحتواء الأزمة، لكن أمريكا تتصلب في هذا الاتجاه وتسوق المنطقة أيضا إلى الهوية. وبالتالي أوروبا الرأي العام الأوروبي يدرك بأن هذه الأزمة هي مصطنعة وأن وراء أمريكا. هذه الأزمة مصطنعة، لكن أستاذ عادل يعني
في النهاية لا يمكن للبريطانيين والأوروبيين أن يسلموا قيادهم للإيرانيين، أن يضعوا رقبتهم تحت السيف الإيراني. كلما انزعجت إيران تستطيع أن تصادر ناقلة، ونعود على بدء، يعني في النهاية يجب أن يشكلوا هذه القوة لحماية مصالحهم. هو هناك استعراض، يعني استعراض إعلامي كبير من قبل الطرفين، وبالتالي أعتقد ومناورات أيضا، وهذه تأتي في ظل المناورات السياسية، لكن في الحقيقة هناك يعني مباحثات من تحت الطاولة، هناك زيارة العمانية أيضا تحاول، وعمان دولة يعني وسيطة وأيضا دولة قريبة جدا من كلا الدولتين سواء إيران أو بريطانيا، وبالتالي هي تلعب دور كبير جدا في لجم الصراع وفي التهدئة أيضا في هذه المنطقة. وهناك أيضا يعني مباحثات كثيرة سرية تحاول أيضا أن تحل الأزمة المحتدمة. ما يبدو الآن على السطح هو قلنا استعراض يعني ومناورة سياسية يدخل في هذا السياق، لكن أعتقد أن هناك يعني مبادرات تدور تحت الطاولة. طيب، مبادرات تحت الطاولة كما قال عادل، لكن في النهاية حتى لو تم حسم الأمر بالطرق الدبلوماسية، في النهاية الأوروبيون يريدون تأمين مصالحهم، ولا يمكن الاستناد إلى حسن النوايا في السياسة والمصالح. يعني ماذا يمكن الأوروبيين أن يفعلوا؟ وإذا ما شكلوا هذه القوة، ماذا يمكن لإيران أن تفعل في ضوء التهديدات التي تطلقها؟ يعني بداية، يعني كما قلنا، هي مجرد دعوة إلى الآن، يعني هي دعوة. يعني أنا باعتقادي أن الموضوع، يعني أنه أن يتم هذا الموضوع إلى التنفيذ الفعلي على الأرض هو من الصعب. هذا الموضوع ليس بهذه السهولة، وأوروبا نفسها تعاني من أزمات داخلية وتصدع، وهناك من يطلب الانفصال، وهناك من يعاني من أزمات أمنية من خلال في المنطقة. لذلك هذه الدعوة يعني جاءت، أنا برأيي، رسالة أيضا إلى الأمريكان أننا ممكن أن نغرد خارج السرب إذا ما استمرت السياسات الأمريكية في يعني افتعال الأزمات في المنطقة. إضافة، يعني أين يتبدى لك هذه الرسالة؟ يعني عفوا، كيف هناك زيارة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى فرنسا هذه اليومين، محمل رسائل من يعني من إيران، يعني من خلال يعني بعض يعني المعلومات تنم هذه الزيارة عن موضوع يعني فتح قنوات أخرى وجسور لموضوع التهدئة. وبالتالي هذا الموضوع أنا باعتقادي بالنسبة للأوروبيين وتحويل هذه المبادرة إلى حقيقة لا يمكن بالوقت الراهن. أنا باعتقادي سيظلون يمارسون على مسار الدبلوماسية. لماذا؟ أنا أقول لك أيضا، إيران حقيقة الأوروبيون عندما وضعوا جهودهم منذ انسحاب ترامب الاتفاق النووي، تمام، كانوا يتأملون حقيقة أن بالضغط على إيران ولعب دور الوساطة أن إيران أن تتماهى يعني ما هذه المطالب وتغير من سلوكها وتهدئ من نبرتها. ما الذي حصل؟ عندما كان الرئيس ماكرون في إيران حدث تفجير بنفس اليوم، تفجير ناقلة نفطية عن طريق اللغم. عندما جاء وزير الخارجية الياباني أيضا إيران أرسلت رسالة أخرى باستهداف ناقلة أخرى. إذن هنا أصبح هناك امتعاض واستياء من قبل الموقف الأوروبي في الوقت الذين يعملون فيه على التهدئة، تماما إيران تقوم برفع الاستفزازات. وبالتالي هذا الأمر أدى إلى موضوع الدفع، في دفع مبادرات وإرسال رسائل إلى إيران أننا من الممكن إذا ما استمريت في هذه السياسات أن ننتقل إلى الخطوة العسكرية، وهي خطوة دفاعية وليس هجومية. لماذا؟ لكي تهدئ إيران من روعتها وتعود إلى مسار الدبلوماسية حتى يتم ترميم يعني الاختراقات الأمنية في المنطقة والعودة إلى طاولة المفاوضات. في النهاية يعني أنا يعني إيران نجحت في تعطيل جزئي أو كامل في الملاحة النفطية، لكن موضوع يعني شرارة الحرب في المنطقة هي واردة. لماذا؟ لأنها ستكون نتيجة خطأ حسابات لتلك الدول. الصورة صارت معقدة، الأجواء أشبه بحرب الناقلات بالثمانينات، الجميع حقيقة لا يريد الحرب، لكن يعني بنظرية التدافع إلى الأمام والرد بالمثل وأيضا استهداف الناقلات سيؤدي، ممكن أن يؤدي بخطأ بحسابات إلى انضلاق كلي بهذا الموضوع. لذلك أوروبا بهذا الوضع والأزمات ستبقى تعول على الدبلوماسية مع الرغم أنها ممتعضة من السلوك الإيراني، لكن هي تعول على، أنا أقول مرة أخرى وقلتها عبر هذا المنبر، أن الأوروبيون ما زالوا يعولون على التيار الإصلاحي داخل إيران برئاسة روحاني وجواد ظريف ليتم الضغط على التيار المتشدد ليمتنع عن هذه الاستفزازات. ليس هناك طاقة عسكرية ولا مالية أقول ولا اقتصادية للجوء إلى خيارات أخرى في ظل هذا الوضع. ربما المسار السياسي والدبلوماسي الذي يتبعه الأوروبيون يهدف فيما يهدف إليه إلى شق الوحدة الظاهرية الداخلية في المعسكر الإيراني. سنستكمل هذا الحديث، ولكن نستكمل ما تبقى من الحلقة بعد فاصل أخير.
يرجى من مشاهدي قناة الرافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر نايل سات وفق التردد 1-2-3-8-0 أفقي. أهلاً وسهلاً بكم إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة. أستاذ عادل، أي مسار ستقود إليه حرب الناقلات المشتعلة الآن في مياه الخليج العربي؟ إلى أي مسار ستقود في المنطقة في النهاية؟ في تصوري أنه سيقود إلى الدبلوماسية. يجب ربط ما يجري الآن على أمواج الخليج بالأزمة المحتقنة في الداخل الإيراني، جراء أيضاً العقوبات، وبالتالي بالملف النووي، وبالتالي هناك أزمة كبيرة. هذه مضاعفات لهذه الأزمة، وبالتالي إيران تريد أن تحرك هذه الملفات الداخلية عن طريق أيضا افتعال هذه الأزمات، وبالتالي هي تصعد في هذا الاتجاه، تصعد بغرض تحسين المفاوضات وغرض أيضا تخفيف من وطأة العقوبات. افتعال الأزمات من قبل إيران؟ إيران نعم تلعب دورا كبير في كل هذه الأزمات وراء إيران، أو أغلبها على الأقل، حتى التصعيد قلنا في اليمن وفي ليبيا. ولم تقل قبل قليل بأنه يعني ربما تقف أمريكا وراء هذه الأزمات التي تفتعلها؟ أمريكا اختلقت الأزمة برمتها، أمريكا صعدت من خلال العقوبات على إيران، أرادت أن تكسر ظهر إيران من خلال العقوبات، تخلق أزمة تسقط النظام من الداخل عبر عقوبات. إيران أيضا ردت من خلال هذه السياسة التي اتبعتها، التسخين ونقل أيضا المعركة إلى خارج إيران، وبدت الآن تفاعلات هذه المعركة الآن على في أزمة الناقلات الموجودة الآن. إيران لها ضلع كبير في نقل الأزمة من الداخل العراقي، من الداخل الإيراني إلى الخليج، وظهر هذا من خلال أيضا ليس فقط في الخليج ولكن في اليمن قلنا وفي العراق وأيضا في حزب الله. ظهر أن كل أذرع إيران الآن تتحرك في سياسة منهجة، أيضا نقل رسالة إلى الأمريكان وإلى دول الخليج بأنها قادرة على إرباك الموقف بكامله إذا ما سارت الأمور في اتجاه أيضا سحق إيران. بالتالي إيران وراء كل هذه الأزمات، إيران تريد أن تحسن من موقعها التفاوضي، تريد أن تخفف من أزمات من أزمة العقوبات، تريد أيضا أن تحسن أيضا أو تدفع باتجاه أيضا الأزمة النووية بشروطها هي. وبالتالي هناك صراع، هناك إملاءات تفرضها أمريكا على إيران، وهناك أيضا محاولة من إيران للتملص من هذه الإملاءات، ويظهر هذا أيضا في هذا الصراع الظاهر أيضا في أزمة الناقلات. طيب يمان، هل المسار يصيد نحو التصعيد، نحو مزيد من تسخين مياه الإقليمية، أم أنها هي الفورة التي ليس بعدها إلا السكون والهدوء؟ لا أبدا، يعني أنا برأيي جميع السيناريوهات مفتوحة بمسارين، سواء بموضوع المزيد من التصعيد أو حتى بموضوع يعني تكثيف الحراك الدبلوماسي، لأن الرهان أولا وأخيرا على موضوع تقريب وجهات النظر ما بين جميع الأطراف. اليوم يعني المتضرر الأكبر في الدول العربية هي الكويت بالرقم الأول، التي عانت كثيرا وهي كانت المضرر الأكبر في الثمانينات. الرهان الآن ما بين الاختراقات التي سيقوم بها الأوروبيون على مسار الدبلوماسية، وحتى أيضا الرهانات ما بين الإيرانيين وبين الأمريكان في موضوع أن يتنازل كل طرف إلى حدا بطريقة هي أقرب إلى حفظ ماء الوجه. هذه الأمور أنا برأيي ستأخذ نوعا من الوقت، ولن تحدث بين يوم وبآخر، لأننا الآن متجهون في مسار أعلى بالتصعيد. لذلك أنا أعتقد أن الوقت ما زال مبكرا على الرهان لحدوث يعني توافق بالمسار الدبلوماسي. قد نشهد توسع نطاق المناورة واختبار لقوات الردع والسيطرة والاحتواء ما بين جميع الأطراف، وحتى قد نشهد انزلاق أكثر من قبل الأوروبيين والإيرانيين. إيران تستطيع، لديها عدة خيارات بالمناورة أيضا، من خلال تحريك الحوثيين لعرقلة ملاحة في باب المندب، أيضا رفع قدرات القوات البحرية وتزويدها أيضا بتقنيات عالية لوجستية، أيضا لديها أيضا يعني قوتها الأساسية والعصب للقوى البحرية بقيادة لواء أبو عبد الله من خلال يعني الزوارق الحربية في المنطقة، تستطيع أن تناور أيضا من خلال جبهاتها البرية في سوريا والعراق وإلى آخره. هذا التصعيد لكن يكون مدروس بالنسبة للإيرانيين، يعلمون تماما أن الداخل الأمريكي وحتى الأوروبيين لن يقدموا على موضوع الدفع الكلي بموضوع الحرب. لذلك أنا باعتقادي أن الأمر متجه في الوقت الحالي نحو التصعيد،
ولم ينتهي هذا الموضوع بالتوازي. هناك مسار بالدبلوماسية تعمل عليه الجميع من الأطراف إضافة إلى القنوات السرية. الريهان بالأخير هو أنا برأيي لماذا الأمور تتجه نحو التصعيد إذا ما كان الأوروبيون يريدون التهدئة؟ لأن الجميع لأن الأوروبيين في موقف هو وسيط، الطرفان الأساسيين في الموضوع بغض النظر عن موضوع الموقف الندية أو التماهي أو التحالف، الطرفان الآن متمسك في موضوعه، تيار داخل الولايات المتحدة وتيار داخل إيران، والطرفان يريد أن يعود إلى طاولة المفاوضات لكن بمعادلة متكافئة. هذا لم يحصل حتى الآن. يعني في قضية النقلات هي رهن بمدى التصعيد بين الأمريكيين والإيرانيين، لا يمكن حل قضية النقلات بمسار منفصل عن مسار الاتفاق. هي مرتبطة بالسياق العام التي جاءت فيه، يعني منذ التصعيد الذي جاء على مراحل كما ذكرت في بداية الحلقة. هناك نوع من الخصوصية بالنسبة لبريطانيا، لكن يدخل في سياق جملة الحرب التصعيدية، لأننا في هذا الموضوع يعني هناك نقاط لم نسلط عليها الضوء حقيقة. في هذه الحروب هناك الحرب السبرانية أيضا، هناك أيضا حرب الجواسيس كما حدث أيضا بالثمانينات. لماذا أنا دائما أركز؟ لأن فعلا الأجواء متشابهة إلى حد كبير. الرهان الآن إيران تراهن على الدول الصاعدة التي تعول عليها ككوريا الجنوبية والصين وروسيا. إذا ما تم، أنا باعتقادي إذا ما تم يعني الانتهاء من موضوع الرهان بإيران على الأوروبيين بالالتزام بتعهداتهم، أعتقد بأن إيران ستلجأ أكثر لتعزيز موضوع تحالفاتها مع كوريا الجنوبية والصين وروسيا. بالمناسبة آخر تصريح روسي قال نحن نستطيع أن نحمي موانئ إيرانية إذا ما رأت ذلك. لروسيا طبعا أهداف هي السيطرة على المزيد بالموانئ بالمياه الدافئة وصولا إلى القارة الأفريقية. باعتقادي أن هذا الكرت لم يفعل لدى الإيرانيين، في حال يعني فرغت من الأوروبيين ستلجأ إلى سنشهد إدخال لاعبين جدد على خط التصعيد كروسيا مثلا وكوريا الجنوبية، إلى أن يتم يعني توليد قناعات في الداخلين الأمريكي والإيراني، على ترامب أن يتنازل قليلا وعلى مرشد الثورة أن يتنازل. إذا ما سلمنا بسير الأمور نحو منطق التصعيد، أريد أن أسأل عادل، هل التصعيد الذي يتحدث عنه يمن إذا ما تم هو في صالح الأوروبيين والأمريكيين أم في صالح الإيرانيين؟ الحقيقة ليس في صالح حد. إيران تريد لها رسائل من خلال التصعيد، وهي قلنا تخفف من أعباء العقوبات، وأيضا يعني حلحلة الأزمة النووية المحتقنة جراء أيضا الخروج الأمريكي، وبالتالي هناك تصعيد كبير من قبل ترامب تجاه إيران كانت واضحة من خلال العقوبات التي يعني دمرت الاقتصاد الإيراني، وظهرت يعني أوجاعه يعني على تصريحات المسؤولين الإيرانيين بشكل كبير. هذا جانب. الجانب الآخر أعتقد أن التصعيد أيضا لا يخدم الأوروبيين. الأوروبيين الدبلوماسية الأوروبية مختلفة تماما عن الأمريكية. في هذا السياق هل يمكن عزل مسار الناقلات عن مسار الاتفاق النووي؟ قلنا ان الازمه كلها مرتبطه، يعني في تسير في هذا السياق. يعني ما يجري الان من صراع هو نتيجه للازمه الام التي هي العقوبات والصراع النووي. اوروبا ايضا لا تريد ان تنزلق وراء الامريكيين في هذا السياق، وتريد ان تلعب دور في هذه الازمه الاساسيه بين ايران والولايات المتحده. لا تريد ان تنزلق، ما الذي يمنع الاوروبيين من تهدئه مع الايرانيين وعمليه اجراء صفقه بنهايه تنتهي الامور؟ يعني هذا ما يجري الان. عمان تلعب دور في هذا الاتجاه، ودول اخرى ايضا. هناك دول الان تلعب دور دبلوماسي نشط لحل الأزمة دبلوماسيا، وما يجري الآن على السطح قلنا هو يعني مجرد استعراض. لكن يمان يقول أن الأمور تتجه نحو التصعيد. التصعيد وكل الخيارات ممكن أن تكون هناك، يعني الحسابات الخاطئة تلعب دور أيضا جدا، وهناك أيضا أطراف تريد أيضا دفع كل الأطراف إلى الهاوية أو إلى الحرب، منها إسرائيل ومنها الإمارات ومنها أيضا الصقور داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وربما تكون لها يد أيضا في احتراق بعض الناقلات في الخليج، وهذا ما تصرح به إيران علنا بأن هناك طرف ثالث أيضا وراء الأزمة المحتقنة. والتخوف هو من هذا الطرف الثالث الذي بإمكانه أيضا أن يوسع رقعة الخلاف ويشعل المنطقة بكاملة، خاصة أن المنطقة محتقنة أيضا من خلال التلازم، من خلال الحرب الناقلات، ومن خلال الأزمة التي لم تجد لها إلى حد الآن يعني أفق. وبالتالي كل هذه السيناريوهات مفتوحة، لكن أعتقد أنه الأوروبيين ليس في ورد الصدام وليس في ورد التصعيد من مصلحة أوروبا. ماذا يريد اقتصاديا ومن مصلحة أيضا الحفاظ على مصالحها مع إيران ومع مصالحها مع هذا المضيق المهم أيضا للموارد المهمة التي والطاقة التي تعتمد عليها أوروبا. أيضا تضع في حسبانها أيضا الموقف الروسي والموقف الصيني. في نقطة يعني حتى الآن تستشكل علي في تحليل مضمون ما تتفضل به، إذا ما كان الأوروبيون يعني يسيرون الأزمة هذه كلها في سياق الأزمة الكبرى وهي أزمة الاتفاق النووي والعقوبات الأمريكية على إيران، وإذا ما كان الأوروبيون يحددون مصالحهم بمعزل عن المصالح الأمريكية،
كيف يمكن إيجاد حل بمعزل عن الأمريكيين؟ يعني هل الأوروبيون يتجهون إلى حل إنجاز حل ما بعيدا عن السيطرة الأمريكية، أم أنهم يعني محكومون بالسير في فلك السياسة الأمريكية فيما يتعلق بالعلاقة مع إيران؟ في الحقيقة يعني أوروبا تتبع دائما، لا تخرج عن السياق فيما يتعلق أيضا بالاستراتيجية الأمريكية، لكن ترامب يعني نحى منحى كبير، يعني خرج كثيرا عن السياسات التقليدية للولايات المتحدة الأمريكية، فرض إتاوات كثيرة جدا على الاتحاد الأوروبي وعلى ألمانيا وعلى دول كثير في المنطقة، فرض عقوبات أيضا على إيران وعقوبات على تركيا وعقوبات على روسيا وعلى الصين وعلى دول كثيرة، بمعنى أن السياسة ترامب الجديدة ولدت أعداء وكثر في المنطقة وأربكت تماما الاستراتيجية الأمريكية التي كانت تقوم أيضا على التحشيد فيما يتعلق أيضا في مواجهة الدول الصاعدة أو الدول الخارجة أيضا عن النظام. كلام جميل، لكن عاد اليوم نحن أمام متغير جديد، يعني الآن الأزمة هي بين إيران وبين بريطانيا، ثمة متغير مهم وهو رئيس وزراء بريطاني جديد، هو محسوب على اليمين أكثر من أي فريق سياسي اتجاه سياسي آخر في بريطانيا، في ظل وجود جونسون الآن، إلى أي مدى يمكن للبريطانيين أن يسيروا في فلك الأمريكيين في الضغط على إيران، أم أنهم يعني سينجحون في النهاية في تغليب المصلحة الوطنية بالابتعاد عن الأمريكيين، خصوصا وأن جونسون هو يعني نوع من التماهي في سياسته في سياسته وخطابه المعلن حتى الآن مع الأمريكيين؟ هو يواجه أزمات كثيرة جدا داخلية، هو يواجه الآن أزمة تحدي كبير حول تشكيل الحكومة، وهناك أيضا رأي عام أيضا معارض فيما يتعلق أيضا في الصراع في الذهاب نحو التسخين والتصعيد مع إيران، وبالتالي هناك إشكالات، لكن أمريكا بريطانيا ذهبت أيضا في التصعيد في ممارسة التصعيد وممارسة الضغوط أيضا على إيران من خلال أيضا احتجاز الناقلة، لكن بدأوا أن الأمريكان من خلال ردود الأفعال الأمريكية تركت بريطانيا تواجه أزمة كبيرة جدا وحرقت بريطانيا أمام حلفاء وأمام الداخل البريطاني وأمام أيضا الإيرانيين، وهذا واضح أيضا، وأعتقد أنه سيكون له تداعيات وانعكاسات جدا فيما يتعلق أيضا في المساقات التي تسير والمسارات التي تسير في احتواء الأزمة من تحت الطاولة والتي تقودها عمان ودول أخرى. بالتالي أعتقد أن الأمريكان يغلبوا البريطانيين يغلبون المنحة الدبلوماسي ويغلبون أيضا حل الأزمة دبلوماسيا وليس مع التوجه للتصعيد، كما أن أيضا هذه السياسة الأمريكية يعني قصدي هذا لب السياسة الأمريكية أيضا في التعامل مع إيران، لا تريد الصدام ولا تريد المواجهة، ولكن تريد أن تحقق أهدافها عن طريق عقوبات وإسقاط النظام من الداخل أو عبر أزمة اقتصادية تلحق أذى كبير بالنظام الداخلي. طيب أريد أن أختم مع يمان، بعد شداد الأزمة بين البريطانيين والإيرانيين أطلق دونالد ترامب تصريحا لافتا، قال إنه في مسألة التفاوض مع الإيرانيين بات الأمر أكثر صعوبة من قبل، علما أن الهدف المعلن لترامب هو دفع الإيرانيين إلى التفاوض، اليوم يقول أنه بات هذا التفاوض أمرا صعبا جدا، ماذا يعني هذا الكلام؟ إلى أين تتجه الأمور؟ وبنفس الوقت قال أننا لسنا مستعجلون على بتصريح آخر على عقد يعني اتفاق مع إيران. أنا برأيي أنا أقول لك بأن الأمريكان تعقيبا أيضا على كلام الدكتور الآن يتبعون سياسة الانكماش من المنطقة من الأطراف إلى المركز، لأن الأمريكان الآن يعني انسحبوا من العديد من النقاط، وحتى التصريحات الأخيرة بإرسال قوات إلى السعودية هي على فكرة يعني الرقم وصلنا هي 500 جندي لأكثر، وهو يعني لحفظ ماء الوجه للأموال الخليجية لا غير. السياسة العامة الأطر العامة أيضا من أسبوع تم إعلان الأمريكان انسحاب قواتها من الرطبة العراقية، هناك انكماش وانسحاب من المنطقة تدريجيا للتفرغ إلى ماذا؟ إلى ملفات أخرى بتهم الإدارة. تريد أن تحسم الأمور قبل أن تنسحب كليا؟ نعم، هو ما يجري الآن عملية توكيل، يعني تريد أن تتخلص من الأعباء في المنطقة، وبالتالي توكيل لمن؟ إلى الحلفاء، إلى الخليجيين بشكل غير مباشر ليتحمل إدارة المنطقة؟ نعم، إدارة المنطقة يعني؟ بموضوع الخلافات الآن، يعني الآن هل الخليجيون قادرون على إدارة المنطقة؟ الخليجيون ليس الخليجيون، الأوروبيون حلفاء أمريكا ليس الخليجيون، هنا حلفاء، ولكن أعتقد أن أتكلم عن حلفاء أمريكا. من يقول أمريكا إن توكل روسيا وليس الخليجيون؟ أقول أنا أخطأت في هذه النقطة باللفظ، ليس الخليجيون وإنما الروس، هناك توكيل غير مباشر إلى روسيا وإلى أيضا بعض الدول الأوروبية بالاهتمام بمشاكل المنطقة، وهي ستقوم بعملية انسحاب لتقليل التكاليف ومن ثم ستهتم بملفات أخرى داخلية، لأن هناك مشاكل تعانيها الولايات المتحدة الأمريكية هناك في العديد من المناطق. حتى نذهب بعيد عن الموضوع يمن، يعني توكيل الأمريكيين للروس بإدارة الأزمات في المنطقة، ماذا يعني عن إيران؟ ماذا موقع إيران من هذا التوكيل؟
إيران بها المعنى من التوكيل، المعنى من التوكيل يعني هي أن تتخلص أمريكا من الأعباء المالية والاقتصادية. الروس الآن يتوجهون إلى الدخول إلى المنطقة تمام، ومن ثم وصولا إلى القارة الأفريقية لأهداف تتعلق بروسيا الاتحادية. نعم. الإيرانيين بهذا الموضوع هم حلفاء الروس، وبالتالي هناك إمكانية تفاهم مع الروس، مع دول صاعدة كروسيا والصين أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذا الموضوع نعم. سيقودنا أما لأزمات أخرى وأما إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة في الخليج العربي وحتى في مضيق هرمز. بل سيأخذنا إلى نهاية الحلقة. أشكرك يعني ما بقي وقت، أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها ضيفي في الاستوديو الأستاذين يمان دابقي الباحث في مركز برق للسياسات والاستشارات، والأستاذ عادل المسني الباحث في العلاقات الدولية. شكرا لكم، في حراسة الله.